خلينا نبارك لواحد من كباتن النادي الاهلي القدامى النجم الكبير الكابتن وليد صلاح الدين. يا كابتن وليد ازي حضرتك والف مبروك. طبعا حبيبي كابتن اسلام، تحياتي ليك والف مليون مبروك، وتحياتي لكابتني وكابتننا الكبير الكابتن ماهر همام. طبعا يا كابتن وليد، كابتن النادي الاهلي حبيبي وحشنا والله. مبروك يا وليد، مبروك يا حبيبي، التوفيق يا رب. مبروك علينا كلنا كابتن وليد. بطولة مهمة، مش عايز اتكلم في فنيات، ولكن عايز اتكلم في فرحة، عايز اتكلم في احتفالات، عايز اتكلم في هل كنت متوقع فوز النادي الاهلي بهذه البطولة، خصوصا في ظل هذه الارقام القياسية الكبيرة اللي بيتم تحطيمها خلال هذه الفترة؟ مليون في المية. يعني لو انت عايز تعرف انا كنت متوقع ولا لا، عيد المداخلة اللي انا عملتها معاك قبل الماتش. ايوه انا كنت مصمم على فكرة ان احنا لازم ندي ثقه لعيبه الاهلي، ولازم نروح بالثقه دي لاستاد القاهره، وقلت لك انا مش خايف على لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي هيموتوا نفسهم. صحيح. وهيطلعوا كل نقطه عرق، وعايزين نروح نبقى خاضين الترجي بثقه الفوز. يعني حتى انت ساعتها كنت قلقان شويه، وكنت قلت لي صحيح. بس في ناس كتير واثقه ان احنا هنكسب، قلت لك لا سيبها كده، وخلي اللعيبه تاخد الثقه دي، وخلي الترجي يبقى مرعوب اول ربع ساعه او ثلث ساعه، وخلينا نضغط ضغط عالي. والحمد لله يعني الهدف اللي احرزه رامي ربيعه متهيألي ان هو يعني كان كلمه سر. كنا نقدر نعمل احسن من كده بكتير، كنا نقدر ندي الترجي 3 4 مستريح. مبارياتك دي يا وليد، مبارياتك دي اخر نص ساعه محتاجاك انت. الماتشات اللي بالشكل ده اللعيبه كلهم عملوا اللي عليهم، وكلهم ادوا، وكلهم صحيح كان في خوف شويه زياده على ان جماهير الاهلي تروح زعلانه. صحيح. والخوف ده يعني اثر على الناحيه الفنيه شويه. زي ما الكابتن ماهر بيقول، انت كان عندك فترات كتير، خصوصا كمان اخر نص ساعه دي الترجي خلاص رمى اوراقه كلها الهجوميه، وبدا يبقى فيه مساحات مفتوحه جدا، لكن خوف لعيبه الاهلي طبعا الزياده، والله يكون في عونهم طبعا، لكن حاجه جميله وحاجه مشرفه. ويعني زي ما اتفقنا قبل المباراه، سيد اسياد افريقيا بلا اي يعني بلا اي منافس، الاهلي بيحطم كل الارقام القياسيه الحمد لله. بطوله جديده بتضاف لبطولات النادي الاهلي، كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي. ولكن على الجانب الاخر، المنتخب الوطني عندنا مباراه او مباراتين مهمين جدا جدا. اختيارات كابتن حسام حسن ما بين القبول والرفض، كيف ترى هذه الاختيارات؟ وجهه نظر ان هي يعني قايمه منطقيه، وفيها بعض قناعات الكابتن حسام حسن، القناعات واضحه جدا. احنا بنختلف على انا بختلف على اثنين لعيبه فقط، يعني كنت بختلف على ثلاثه من ثلاث ايام، لكن الكابتن حسام ضم واحد. يعني كنت مع الكابتن احمد حسن في لقاء، وقلت ان لازم ابراهيم عادل هو اللي يكون بديل لتريزيجيه، يعني يبقى ناحيه اليمين محمد صلاح ومصطفى فتحي، ناحيه الشمال تريزيجيه وابراهيم عادل في ظل عدم وجود مرموش، ما ينفعش حد ثاني. وقد كان بعدها بيوم كابتن حسام خد ابراهيم عادل، فاضل لي اثنين من وجهه نظري كان لازم يكونوا موجودين، عمر كمال عبد الواحد ومحمد مجدي قفشه، وتحديدا محمد مجدي قفشه، لان وجهه نظري ان قفشه الوحيد اللي ممكن يغير لك الطريقه. مباراة بوركينا فاسو هنا هنقفل عليهم الاستاد، الجمهور بتاعنا هيبقى مقفل الملعب، ممكن جدا تحتاج ان انت تغير الطريقه ل 4 2 3 1، تضغط في بعض اوقات المباراه اخر نص ساعه. وقفشه عامل نهائي افريقيا، وعامل قبل النهائي، وعامل مباراه نادي الزمالك، وكل ما ينزل يقلب الجيم كله. فانا اشوف ان كان وجود قفشه مهم. دول الورقتين اللي من وجهه نظري ان كان الكابتن حسام ممكن، لكن لما نختلف على اثنين ثلاثه يعني تبقى مقبول يعني. من وجهه نظرك. طيب المنتخب برضو والمباراتين دول تحديدا، هل انت شايف فرصنا تتعدى 70-80% زي برضو نخش على هذه المباراه بثقه ونتكلم بهذه الطريقه، ولا انت شايف ان احنا يجب ان يكون هناك حذر، لانه مباراه يعني ان شاء الله لو ربنا كرمنا في المباراتين دول بست نقاط، انت بتضع يد او بتضع قدم كبيره للوصول للتصفيات او للوصول الى كاس العالم. كلامك مظبوط مليون في الميه كابتن اسلام، بس كلمه السر زي ما كان في الاهلي وفي الزمالك
اتمنى ان جماهير مصر تبقى قافله الاستاد. يعني انت اللي فرق مع الاهلي جدا وفرق مع الزمالك جدا صحيح. الجماهير اللي قافله الملعب. صحيح. اتمنى مباراه الاهلي التذاكر نزلت نص ساعه وخلصت. اتمنى يكون مباراه منتخب مصر كده. اتمنى التذاكر لما تنزل ما يبقاش فيه موضع لقدم ويبقى الاستاد متقفل. وانا بنفس الثقه دي يا كابتن اسلام ان شاء الله هنكسب بوركينا، هنكسب غينيا، وهنبقى 12 بونت، وهنبقى بعيد كمان عن تاني المجموعه باذن الله. احنا يعني بنعيش واحده من احلى الفترات في الكره المصريه، عايزين نكملها كده بالمنتخب ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكرك جدا يا كابتن وليد، وشكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذه المباركه.